اوكي، مرحبا، كيف حالكم شباب؟ هلا رح نبلش بدرس 12 من او الفصل 12 من كتاب Learning a Hospital for Great Good. طيب هلا هون رح نبلش نحكي عن موضوع كتير مهم اللي اسمه المونادز. طيب كنا عم نحكي عن الابليكاتيف فانكتورز، كنا عم نحكي عن الفانكتورز، وهلا رح نحكي عن المونادز. اوكي، فبدي منكم تربطوا فهمكم للفانكتورز مع الابليكاتيفز حتى نوصل للمونات. تمام، هلا نحن هون رح نقرا لحد ما يعلم عنا 12.1 بالكتاب. اوكي، ونبلش كل مره، كل سكشن ورا سكشن، كل قسم ورا قسم، نسجلهم على مراحل. اوكي، طيب بتمنى منكم تدعمونا بالقناه، لانه هيك يعني صرنا واصلين لمرحله لا باس بها بالكتاب. اوكي، طيب هلا فبقول لك هو هون انه شو اسمه، يعني هيك قبضه من المونادز. اوكي، يعني زي كمشه مونادز. اوكي، هاي فيست فول معناها كمشه، فكمشه مونادز. اوكي، هلا خلينا نعرف شو المونادز هلا جايين. اوكي، فبنقول لما اول مره حكينا عن الفانكتورز، او اول ما حكينا عن الفانكتورز نحن شفنا كيف هن مفيدين، او كيف هن بيكونوا مبدأ مفيد للقيم اللي ممكن تعمل فيه عليها فكرة الماب. اوكي، فكرة ربط المابينج. اوكي، ف بعدين شفنا انه بعدين اخذنا هذا المبدأ يعني خطوة لقدام. اوكي، عبر تقديم او عبر استخدام الابليكاتيف فانكتورز اللي بيخلونا نشوف القيم لبعض الانواع كقيم داخل شيء مفهوم معين. اوكي، داخل شيء محتوى معين. تمام، مثلا لما تقول جاست 3 او كار 3 او 3 5، اوكي بدك اياه، او سكوير 10 اللي بدك اياه. اوكي، فهي الكلمة square just car الشيء اللي جاي بالأول هي constructors، عم بيعمل context معين، بيعمله محتوى معين. اوكي، فحوى أو معنى معين. اوكي، فالقيم اللي داخلة تحت هالمعنى اللي بدك اياه، فهي بتخلينا نشوف الابليكاتيف فانكتورز، يعني نشوف هالقيم لبعض هالأنواع كأنواع كقيم بداخل محتوى معين أو مفهوم معين، ونستعمل الدوال العادية. أوكي، على هالقيم، بينما مع المحافظة على معنى هاي المفاهيم أو المعاني. أوكي، أو المحتوى الحاويات، هاي الكونتكست هاي. أوكي، أو المعنى الحاوي، يعني شو مثل الجاست والكار وهيك. أوكي، فبهالفصل رح نتعلم أكثر عن المونادز، واللي هن يعني فيك تعتبرهم ابليكاتيف فانكتورز مهبرين. اوكي، مليانين. اوكي، مثل الابليكاتيف فانكتورز هن تعتبرهم فانكتورز مهبرين كمان. اوكي، مليانين لحمه. اوكي، اذا بدك تقول. فلما نحن بلشنا مع الفانكتورز نحن شفنا كيف هو من المعقول، او من يعني انه في انه بنقدر كيف انه نقدر نعمل ماب لفانكشنز لدوال على انواع متعدده من او على انواع مختلفه، كانواع داتا مختلفه. هيك مظبوط، فيك تعمل مابينج على كثير انواع مختلفه. كيف بسبب الفانكشنز؟ هلا نحن شفنا لهالهدف. اوكي، انه انه التصرف او التصنيف اللي هو type class functor، يعني استخدم حتى انه جبنا type class functor وقدمناه وخليه وصارت تسألنا هالسؤال، لما يكون عندي function من النوع A ل B، اوكي، وشوية data من النوع في الاف، بتكون هي constructor هون type constructor f of A. اوكي، f تبع A، فكيف ممكن نعمل ماب على هيك نوع داتا تايب؟ اوكي، ونطلع
بقيمة بنفس التايب هذا الكونستركتور اف اوكي بس بقيمة جديدة بي اوكي. فنحن شفنا كيف الماب كيف نعمل ماب شيء على الميبي على شيء من نوع ميبي ميبي اي او لستة اي هون اوكي. وبعدين الاي او مثلا كيف تعمل عليها مابينج اوكي. بعدين شفنا كيف نعمل ماب للفانكشن اي رايح بيعطينا بي اوكي لفانكشن بيعطينا فانكشن شغلته انه ياخذ اي ويطلع بي على فانكشنات ثانيه من طبيعتها انه ار بتعطي اي يعني هي فانكشنز على فانكشنز فبتطلع لي فانكشن ثاني من نوع ار بيعطيني بي اوكي كيف لما كنا ندمج الفانكشنز ببعض تمام. فلحتى نجاوب على السؤال انه كيف نعمل فانكشن نعمله ماب على شي دوت شي داتا تايب على شي نوع من الداتا كل اللي لازم نستعمله هو الفانكشن تبع الاف ماب ونشوف شو التايب تبعه اوكي. وبعدين بنعملها تشتغل اوكي نخليها تشتغل للدات تايب تبعنا عبر كتابه يعني الفانكتور انستنس المناسب. تشوف كيف الاف ماب للدات تايب تبعتنا كيف بدها تشتغل تمام. هلا بعدين رحنا شفنا كيف كيف ال انه التحسين مهم لل على الفانكتورز اوكي. قلنا هي اذا شو اذا كان عندي الفانكشن هذا A بيعطيني B هو يعني اصلا مطبوب داخل شيء فانكتور اوكي. فمثلا اذا كان عندنا جاست ضرب 3 يعني ضرب 3 هي فانكتور هي فانكشن قصدي هي عمليه اوكي وظيفه اوكي داله داخل الجاست هون. فكيف نطبقها على الجاست 5 اوكي. ف ايش لو احنا ما بدنا نطبق على just 5 بس كمان على nothing اوكي. يعني عندك just 5 مقابل nothing كيف بدك تضرب 5 و 3 هدول بدك تضربهم بتزبط شو عندك nothing اوكي. او اذا مثلا كان عندنا مثلا عندك الليستة اللي هي ضرب 2 وزاد 4 كيف بدنا نخليهم هدول يشتغلوا على ال 1 2 3 اوكي. كيف ممكن هالشيء كمان يشتغل. فمشان هيك جبنا الابليكاتيف اوكي وطلعنا هالعمليه الحسابيه نجمه بين قوسين هي نجمه الابليكاتيف وخليناها خلينا تعريفها كما يلي تمام. يعني راجعوا دروس الابليكاتيف. فاذا كمان نحن شفنا كيف فينا ناخذ قيمه عاديه بسيطه ونضبها داخل شيء داتا تايب. مثلا نحن بنقدر ناخذ شيء A اوكي ونضبه فينا ناخذ شيء رقم واحد مثلا اوكي ونضبه حتى يصير عندي جاست واحد. او مثلا يكون عندنا بدنا نحطها بالليسته فبتطلع بهالطريقه. او مثلا بدي اعمل اي او اكشن شيء قراءه او كتابه على ملف او على الكيبورد اوكي فهذا الشيء ما بيعمل شيء نعمل شيء اي او اكشن بس ما بيعمل شيء وبرجع لي واحد. فهالداله هاي اللي بتعمل هذا الشيء هو الداله بيور اوكي. طيب ذاكرين احنا لما نعمل ابليكاتيف في النجمه وفي البيور بدك تعرف البيور بتعرف النجمه وبدك تعمل اي او انستنس من الابليكاتيف فبدك تعرف هولي اثنين تمام. هلا مثل ما قلنا الابليكاتيف فاليو ممكن تنشاف ك واحد طلع فيها كقيمه مع شو اسمه فهم او هذا المعنى او الفحوى او المحتوى اوكي المضاف اوكي. يعني مثل مثلا الجاست هاي اوكي والرقم واحد فهي رقم واحد هاي القيمه مضافه لمين للجاست
اوكي، بس مش معناها جمع مضافة، بس هيك محطوطين حد بعض. تمام، فبقول لك شيء هيك قيمة هيك مزينة هيك مبهرجة، اوكي، شيء قيمة مبهرجة، اوكي، حتى نحطها ب يعني هي بتكون قيمة مبهرجة حتى نحطها ب يعني ألفاظ تقنية، اوكي، او بوضع تقني، اوكي. فمثلا هاي الكاركتر اي مثلا اللي هيك، اوكي، هو مجرد حرف عادي، بس لما تحط انت الاي هيك بقلب الجاست، اوكي، هون نحن ضفنا ادد كونتكست، عملنا الادد كونتكست الفحوى المعنى، اوكي، داخل الجاست، اوكي. فبدل ما تصير char بصير عندنا النوع هو maybe char، اوكي، اللي بقولنا انه قيمتها هلا يمكن تكون الحرف، اوكي، بس ممكن تكون غياب هذا الحرف، اوكي، يعني يا موجود يا مش موجود، هو maybe maybe يعني يمكن، يمكن ايه يمكن لا، اوكي. فهالشي كان كتير حلو انه واحد يشوف كيف ال type class applicative بسمح لنا نستعمل الفونكشنات او الدوال العادية على هالقيم، اوكي، مع وجود context مثل just مثل غرقت هون ال just وال a، اوكي، وكيف هالمحتوى او او هالفهم هذا ال just مثلا ضله محفوظ. فلاحظ هون بس اجي اعمل عملية الضرب، اوكي، هذا الفانكتور هون تعمل ماب. هلا طبعا راح تصير هون، اوكي، فبتصير انت شو بتجيب اثنين وبتطلعها بسبب الفانكتور، تطلع شو ضرب ضرب اثنين، اوكي، جاست لضرب اثنين، اوكي، ومع جاست 8 تطلع شو جاست 16. تمام، لانه بدك تعمل اف ماب، اوكي، فبتجيب الجاست 2 على الضرب، اوكي، مع الجاست 8 مع الضرب، اوكي. طيب هلا فاذا جي اس سي هون مثلا بدي اعمل جمع لجماد، اوكي، فبتيجي بلس بلس مع الكلينكتون تطلع شو. هلا هاي قصة الكلينكتون هاي جايبة من مسلسل ستار تريك تبع الخيال العلمي والفضاء، اوكي. فبقول لك البلس بلس مع الكلينكتون شو بتعمل؟ بتعمل كلينكتون بلس بلس، بس وين بتكون؟ بقلب الجاست. هلا بيبقى عندك مع النوثينج، فمعها ما بتزبط، بتنزل نوثينج، اوكي، بالابليكاتيف هيك بصير معها. تمام، هلا بدك تجيب مثلا عملية الطرح، اوكي، فبتصير شو معك؟ بتجيب الثلاثة وبتصير تطبيع على الواحد واثنين والثلاثة، فبطلع شو؟ هي اثنين واحد صفر. بعدين بتجيب الأربعة بتصير بدك تطبيع على مين؟ على الواحد واثنين وثلاثة، بس بتحطها هون الأربعة ناقص واحد، بعدين ناقص اثنين، بعدين ناقص ثلاثة، اوكي، كل مرة الأربعة بتطرحها بهالطريقة، كيف بطلع ثلاثة اثنين واحد، ماشي؟ فالآه كتير كتير حلو ان احنا هلا حتى نتعاطى معهم كابليكاتيف فاليوز، كقيم ابليكاتيف، اوكي، كقيم تطبيقيه، يعني ابليكاتيف هون صارت معناها تطبيقيه، اوكي، بس احنا بنحكي على ابليكاتيف فانكتورز، اوكي. القيم تبعون الميبي، اوكي، بتكون بتمثل عمليات حسابيه اللي هي ممكن فيها نوع يعني اللي ممكن تكون فشلت، اوكي. مثلا الليسته A بتمثل كل العمليات الحسابيه اللي عندها عدد من القيم، اوكي، طبعا هون بتكون نون ديترمينستك كومبيوتيشنز، يعني بتكون عمليات حسابيه يعني ما إلها كيف بدي اقول، ما إلها شيء يعني غير محسومه، اوكي، او فيها نوع من عدم الحسم. تمام، الاي او فاليوز كمان اللي هن الاي او اكشن فاليوز،
اوكي، اللي هنا مثله اي شيء عنده سايد افكت، اوكي يعني اي شيء جاي مثلا ممكن يكون زي بتقرا الملف والملف يمكن ما يكونش موجود، اوكي هي سايد افكت. اوكي لازم انت بالفانكشنال بروجرامينج عارف حالك وين رايح، اوكي في عندك ريفرنشال ترانسبيرنسي دائما. تمام. طيب هلا بقول لك، هلا بلاش نحكي عن المونادز. فبقول لك المونادز هن الامتداد الطبيعي تبع الابليكاتيف فانكتورز، اوكي، واللي من خلاله نحن بنقدر واللي ومعهم نحن بنكون يعني معنيين. بالتالي اذا كان عندك شيء قيمه A، اوكي هلا اذا كان عندك شيء قيمه that you have a value in a context. اوكي okay. اذا كان في عندك شيء قيمه هي m of a، يعني مثلا بتحكي عن just 3، اوكي وكيف ممكن تطبقها على function اللي بياخذ بس normal a، بياخذ ال a بس، عرفت شو قصدي؟ يعني عاده تقول just 3، كيف بتطبقها على function بس بياخذ ال 3 ما بياخذش just معها، اوكي وبرجعها كقيمه كجست 3، بس مش انه بحكي عن الثلاثة كثلاثة، يعني بحكي عن انه الفكرة انه في عندي شيء بيشبه جست ومعه قيمة، اوكي يعني ممكن يكون بتحكي عن كار 6، اوكي كار 3 كار 6 مثلا، اوكي فكيف بدي ادخل الكار 6 على فانكشن بياخد الستة ويرجع لي شيء ثاني مثلا كار 8 مثلا، اوكي هو بس الفانكشن هذا بياخدش غير ال الستة، بياخدهاش لكلمة كار، اوكي فلذلك بيطلع من المونادز بيطلع لنا هالعالم عملية الحسابية السهمين هاي بسميها البايند هاي، اوكي اللي هي عبارة عن انه الداتا تايب ام اوف اي يعني شيء زي جاست كذا، اوكي يعني هو عم تحكي عن الميبي هون داتا تايب، ف شو اسمه بيكون بده يكون اجباري منبثق عن المونادز، تمام وبدك بده يكون اول شيء يعني اول ادخال للبايند، اوكي وبعدين بيطبق الفانكشن، في فانكشن هون بده يدخل كثاني مدخل على البايند، تمام وفي عندك النتيجه حتطلع شيء مونادك كمان، تمام في قيمه جديده، اوكي بمعنى خلينا نطبقها بس عشان هلا هو اكيد حيشرحها بس انا عشان اوضح لكم اياها بطريقتي. اذا هذا تعريف البايند، يعني لو فرضا عندي هون عم تحكي بدك تعوضها، فعندك افترض هون ميبي، اوكي هي بتصير ميبي شيء ممكن ومش ممكن، وهون بيكون عندي function برجع لي شيء، خليها هاي هيك زي ما هي بس عشان نفهم شو المقصود، مطرح ال m of a، اوكي هون بيكون عندي شيء maybe b، اوكي ليعطيني هالميبي بي جديدة هاي اللي طلعت، اوكي تمام يعني حيعمل هون عملية حسابية، اوكي بتكون فرضا بيناتنا انه هي f of a، تمام حتى تعطيني هالميبي بي، تمام بس لازم تكون هيدي الميبي اللي هون، اوكي او الميبي هاي بدها تكون طبيعتها شو منادك، ماشي فاذا اذا استعملنا شيء هيك قيمه مبهرجه مثلا او شيء فانكشن اللي بياخذ قيمه عاديه وبرجع هال هالقيمه القيمة المبهرجة هاي، اوكي يعني مشي مثل ميبي كذا او هذا هو هيك بقول عنه، اوكي كيف نحن فينا نعبيها
لهالفانكشن، يعني القيمة اللي هاي تبرز هي كيف تدخلها بالفانكشن. اوكي، فهذا هو السؤال الرئيسي اللي احنا حنتعاطى معه لما بنحكي عن المونادز. اوكي، فنحن حنكتب ام كيف بدون بعكس اف، يعني عادة احنا بالكود عادة عم نحط شو، نحط اف هون. هلا هون احنا هنستعمل شو الام، تمام، انه اساس كلمة موند. اوكي، انه الام هذا الكونتكست، اوكي، هالفحوة هاي هي شو موند طبيعتها، تمام. ولكن المونادز هن بس مجرد applicative functors، عرفتوا كيف؟ هن ما هن إلا عبارة عن applicative functors، تمام؟ اللي بيدعمه الرمز هذا اللي هو نحن بنسميه البايند. البايند يعني الربط، اوكي؟ أو كيف بدي أقول لك؟ إي، لما تيجي مثلا في شيء بنستعمله هذا بنسميها البايندر، اللي هي بتكون عندك رسمة ورق وبتضبهم فيها، اوكي؟ طيب. فهيك احنا نستعمل بايند الربط هذا. طيب هلا لما او الضم هون بمعنى اكثر، طيب ربط بمعنى الضم هون اكثر. طيب هلا المهم، لما نحن لما احنا بكون عندنا قيمه عاديه A، اوكي، عندها الفانكشن عادي A بيعطي B، هو شيء سهل كثير، سهل انه واحد يعبي قيمه لفانكشن، فانت بس بتقدم هالفانكشن، بتطبق قصدي هالفانكشن على القيمه العاديه هاي، وهذا هو زي ما معودين. يعني بتحط مثلا عندك فانكشن مثلا الاف اوف اكس هو مجرد ضرب 2، اوكي، بيساوي 2x، اوكي، فانت ولا شيء بتعوض محل اكس، طلع لك مرتين الاكس وخلصنا. هذا هو عم بقوله. بس هلا ايش لو كان عندك مثلا شيء بدك تدخل ماي بمحل الاكس، اوكي، فكيف هاي بدك تضبطها؟ فهذا اللي احنا حنحكي عنه بدرس الموند بالسكشن الجديد هون، تمام؟ والله معكم وبس. رجاء تخبروا رفقاتكم على القناة وتشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم. سلام.